رد فعل الاتحاد المصري لكرة القدم على هذه التجربة. أنا معايا على التليفون صديقي وصديقك سيادة اللواء ثروت سويلب. خلاص احنا ترقينا دلوقتي سيادة اللواء وسيادة النائب ما شاء الله، ووحشني كتير جدا يا سيادة اللواء، وكل سنة وانت طيب. وحشني كابتن ابراهيم، وكل سنة طيب، ودايما كده متألق ان شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. طيب عايز اخد منك رد فعل على البطاقة اللي النادي الاهلي اشتغل عليها وطرحها دلوقتي للجماهير. والله طبعا تحياتي للكابتن وليد مهدي، وانا بقول لك كابتن وليد مهدي من الاضافات اللي المهندس محمود طاهر اضافها، مش يعني مش لعلاقتي الشخصية بيه، على قد ما هو فعلا امكانياته وفكره ورغبته في ان هو يضيف للكوره وللجماهير، دي حاجه محترمه جدا. اجتهد كتير جدا في ان هو طبعا مع وجود قيمه كبيره زي اللواء شيرين شمس، ان هم يعملوا حاجه محترمه جدا وسيستم محترم. لكن بقول لك يا كابتن وليد، يعني افكارك دي جميله جدا وحاجه محترمه جدا، بس الواقع حاجه، وان احنا نبدي ان احنا نعمل الكارت الذكي والكارت والتذكره والسيستم ده حاجه محترمه جدا، تتطلب ان يبقى فيه نفس الجهد ده او نفس السيستم ده للجهه المقابله ليك، للناس اللي هتشتري التذاكر. فانا طبعا حاجه محترمه الجمهور. جدا الجمهور. طبعا حاجه محترمه جدا من النادي الاهلي. وعلى فكره برضه يا كابتن ابراهيم، الموضوع ده خد وقت طويل جدا مع الكابتن وليد ومع سياده اللي هو شيرين شمس ومع طبعا المهندس محمود طاهر، يعني ما بيفكروش فيه النهارده، لا ده بيفكروا فيه بس اول شهر. بس يعني النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها دي مهمه قوي، على مستوى الجهد المبذول لابد ان يكون رد الفعل ايضا ملائم من الجماهير اللي بتتعامل مع الموضوع ده سليم كده، علشان يبقى عندنا الجمهور الواعي قوي، الجمهور الفاهم قوي، اللي يساعدنا حتى كمان واحنا بنقول انه عايزين جمهور في الملعب في ماتشات الدوري، يبقى هو مساند لينا، ويبقى حتى كمان الناس شايفانا بشكل كويس. عشان كده بقول لك كابتن ابراهيم، يعني انا بحترم جدا طبعا الافكار النادي الاهلي ورؤيه النادي الاهلي في موضوع عوده الجماهير. عوده الجماهير دي رغبه اكيد عند اتحاد الكوره. المهندس هاني ابو ريده مصر على عوده الجماهير، المهندس خالد عبد العزيز رئيس اتحاد الكوره، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وزاره الداخليه بكامل هيئتها اعتبارا من السيد الوزير طبعا على راس الوزاره، وكل قيادات الوزاره واللواء عادل رشاد، كل الكلام اللي بيقوله المهندس الكابتن وليد مهدي ده واصل واتعرض على الكلام ده على الوزاره، والوزاره حريصه جدا على عوده الجماهير. لكن زي ما حضرتك بتقول ثقافه الجماهير، جماهير الكوره دي اللي شفناها حضرتك في ماتش منتخب مصر اوغندا، ناس رايحه تشجع كوره، لا في شماريخ ولا في خروج عن النص ولا في هتافات، كله رايح يشجع مصر. هل الكلام ده هيحصل عشان حضرتك ترجع الجماهير بالشكل المحترم ده للانديه؟ مطلوبه كابتن زي ما حضرتك قلت يا كابتن ابراهيم قبل كده، ان كل رئيس نادي يبقى هو مسؤول عن ناديه، مسؤول عن جماهيره. نادي الزمالك عمل تجربه محترمه قبل كده، الاستاذ مرتضى منصور قال لك انا مسؤول عن، هدخل 5000 هوديهم باتوبيسات خاصه من النادي للاستاد، وبالتالي حضرتك لما يخرج حد منهم تبقى مسؤوليه نادي الزمالك. النادي الاهلي عامل السيستم اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، الحاجه المحترمه اللي المفروض لو هنمشي الكلام ده يمشي على 18 نادي. ما عندكش مشكله بس في ال 18 نادي، انت عندك مشكله في جماهير القسم الثاني. حضرتك يا كابتن ابراهيم، الانديه الشعبيه في القسم الثاني كل ماتش ما تقلش عن 5000 و7000 و10000 متفرج. فبالتالي نظام عوده الجماهير لازم يبقى فيه ضوابط يحكمها هيبه الدوله ورغبه الدوله في الالتزام بالتذكره اللي هتتقطع من النادي الاهلي او نادي الزمالك. لان حضرتك طالما بتعمل سيستم، لا في ناس مصره، انا بقول لحضرتك وانا والكابتن وليد عارف كده، انه يخش الماتش من غير تذكره. صحيح يا كابتن ثروت بيه، بدون بس نقطه مهمه جدا عاوز، بس هو معانا ثروت سريعا لان وقتي خلاص. عاوز اقول لحضرتك بس نقطه مهمه، اللي حضرتك مصر ده مش هيبقى له مكان لسبب بسيط. البطاقه دي انا مش هاخدها احطها في جيبي عشان اتصور بيها او اطلعها وانا بكتب الكتاب. ده انا رايح على الاستاد. حضرتك في اجهزه ريدر بتقرا البيانات. انا صح ولا غلط؟ انا مفعل ولا مش مفعل؟ انا ممنوع ولا مش ممنوع؟ يعني البطاقه دي لها كمان جزاءات. لو حضرتك ما التزمتش هتتوقف 3 شهور، تاني مره 9 شهور، تالت مره سنه، رابع مره مدى الحياه. التزمت هتاخد امتيازات، التزمت ممكن تاخد التذكره بدون مقابل. والبطاقه دي انا بقول لحضرتك يا ثروت بيه، وانت راجل نائب ومدير اتحاد الكوره، البطاقه دي ممكن تبقى بطاقه اهلاوي، بطاقه زملكاوي، بطاقه اسماعيلاوي، بطاقه اتحاداوي، وبطاقه شرقاوي. لو انت عاوز
حاجة حقيقية ترجع بها الجماهير كلها يبقى على مستوى الكبار. طيب خلينا على الأقل حتى نتكلم فيها في الدوري الممتاز. عايز